فإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، كل آية من آيات القرآن فيها علاج لشيء معين، لخلل معين، لمرض معين. حقيقة اليوم أحببت أن أتأمل معكم بسرعة آية عظيمة جدا، أتمنى من كل شخص أن يحفظها كما يحفظ اسمه، لأن هناك أيها الأحبة في القرآن مجموعة من القوانين. القرآن كل آية فيه ليست فقط معجزة ودليل وبرهان، بل هي قانون تضعه أمام عينيك لتعيش حياة هادئة مطمئنة. علماء النفس اليوم أيها الأحبة لديهم بعض الأمراض التي يردونها إلى ما يسمى بالوسواس القهري وبالاكتئاب وغير ذلك من الاضطرابات النفسية التي لم يعرفوا حتى الآن ما هو سببها. جميع الأمراض النفسية لم يعرف الطب الحديث حتى الآن ما هو منشأها وما هو علاجها، لذلك يلجؤون إلى هذه الأدوية، وهذه الأدوية هي مخمدات، مثبطات أو منشطات تنشط أجزاء معينة في الدماغ أو تخمد نشاط أجزاء معينة. ظاهريا تشعر بتحسن، ولكن الحقيقة هذه الأدوية على المدى الطويل لها آثار جانبية خطيرة. حتى هناك دراسة لسي إن إن أو نشر ملخصه على موقع سي إن إن، يقولون إن هناك أكثر من 90% من الأدوية النفسية ثبت أنه لا فائدة منها، هي مجرد مسكنات أو مجرد حلول مؤقتة. ميزة القرآن أنه يعطيك الحل الدائم. الله تبارك وتعالى يقول، ركزوا معي واحفظوا هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والإسراف هنا ليس فقط إسراف في الذنوب والمعاصي، يمكن أن يكون إسراف في الأخطاء، إسراف في المال، إسراف في حقوق الآخرين، كل أنواع الإسراف أي تجاوز الحد يحدثك عنها الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إذن كل إنسان لديه مشاكل دينية، مشاكل نفسية، مشاكل عقائدية، وسواس قهري، ليحفظ هذه الآية ويتأملها ويعلم معناها جيدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لدينا هنا جزئان أيها الأحبة، الجزء الأول عدم اليأس وعدم القنوط. القنوط هو اليأس من رحمة الله. طبعا القنوط هو الخشوع والتضرع لله عز وجل، بينما القنوط بالطاء هو اليأس من رحمة الله وفقدان الأمل. فقدان الأمل أيها الأحبة قد يؤدي إلى الانتحار. في سورة يوسف عليه السلام ماذا قال يعقوب لبنيه؟ قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اعتبر القرآن اليأس كفرا بالله. لماذا؟ لأنه يفقدك كل شيء في هذه الحياة، يفقدك الأمل، يفقدك المتعة، يفقدك لذة العبادة، فتجد أن الشيطان يستحوذ عليك ويزيدك يأسا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يعمل على تخويف أوليائه ويعمل على ضخ الكآبة إلى صدورهم وعقولهم. القرآن يريد أن ينزع عنك هذه الكآبة، ينزع عنك هذا الوسواس، ينزع عنك هذه
الاضطرابات النفسية التي كثير منا يعاني منها ولا يشعر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن الله تبارك وتعالى أعطاك هنا علاجا مثاليا لكل مشاكلك ووساوسك وكل الأوهام وكل الأفكار التي خطرت ببالك، وحتى إساءة الظن بالله يغفرها الله تبارك وتعالى إذا عدت وصححت هذه الأفكار. إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها الأحبة، أكثر ما يهلك البشر إحساسك بأن الله لا يغفر، إحساسك بأن الله بعيد عنك. تأملوا هنا الخطاب، قل يا عبادي، خالق عظيم خالق الكون يخاطب عبده الضعيف، هذا العبد الضعيف يخاطبه مباشرة ويقول له لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس ولا تحزن ولا تكتئب، كل ذنوبك وهمومك ومشاكلك سيغفرها الله ويحلها الله، وديونك سيقضيها الله، سيهيئ أسباب الرزق، سيهيئ أسباب إصلاح مشاكلك سواء في بيتك أو في خارج البيت. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. غفور ورحيم، لأن المغفرة قد يغفر الله لشخص ولكن هناك مشاكل أخرى ستحدث، فلما جاءت صفة الرحمة مع المغفرة أصبح الإنسان مطمئنا أن الله سبحانه وتعالى سيرحمني وينجيني من المشاكل القادمة. فأنت عندما تحفظ، لماذا أيها الأحبة أنا أركز دائما على موضوع حفظ الآيات القرآنية التي تهمك التي فيها علاج؟ الحفظ يجعل دماغك يستحضر هذه الآية في المواقف الصعبة. أنت بحاجة لآيات تتذكرها في كل موقف. يعني مثال على ذلك، مشكلة النظر عند الشباب لما حرم الله، النظر للفتيات، النظر للمسلسلات، للأفلام الإباحية، كل شيء حرمه الله، ابتلينا بموضوع النظر لهذه المحرمات. ينبغي العلاج هو أن تحفظ آية من القرآن. الله تبارك وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تتذكر نداء الله لك. تصور أنك صادفت مثلا مشهد يغضب الله، سواء على الإنترنت، سواء في الشارع، سواء في العمل. ما الذي يحدث في دماغك عندما تتذكر هذه الآية؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من الذي يخاطبك؟ هو الله. ووضع لك النبي عليه الصلاة والسلام ضمن هذا الخطاب بكلمة قل، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، لتتذكر رسول الله. كل كلمة في القرآن لها هدف، ليس عبثا أيها الأحبة. فكلمة قل، يعني قل يا محمد، تجعلك تستحضر هذا النبي الرحيم، تستحضر محبة النبي لك، رحمته بك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تتذكر أن الذي يناديك في هذه اللحظة هو الله، هو الخالق العظيم. ويحفظوا فروجهم، لأن النظر هو بداية الفاحشة، دائما يبدأ بالنظر، فأراد أن يقطع عليك أسباب الذنوب والمعاصي والفواحش. ذلك أزكى لهم، يعطيك هدف أنك ستكون أزكى وأفضل وأطهر، وحياتك أزكى ودماغك أزكى، لأن الدماغ قلنا إن النظر إلى المشاهد الإباحية في دراسة لجامعة كامبريدج 2013 تحدثنا عنها مطولا، تحدث أثرا يشبه أثر المخدرات، تدمر مناطق مهمة في الناصية. النظر إلى النساء ليس شيء زكي، ليس شيء جيد، هو مضر. لذلك الله قال ذلك أزكى لهم،
ثم ذكرك بالكاميرا الإلهية التي تراقبك ليلا نهارا وتعلم كل حركة وكل كلمة وكل حرف وكل فكرة تخطر ببالك، إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون، لم يقل يعملون أو يفعلون، يصنعون، لأن الصناعة دائما الأمور التي تتعلق بالجنس وبالنساء تحتاج أحيانا إلى كذب، إلى دفع المال، إلى تفكير، إلى إهدار وقت كبير، تحتاج إلى نوع من التصنيع. يعني أنت عندما تريد أن تسلك هذا الطريق ستضطر للكذب، ستضطر للتحايل، للخداع، للمكر، لتصل إلى هذا الهدف الخبيث. لذلك قال لك إن الله خبير بما يصنعون. وأخيرا أيها الأحبة، نكرر هاتين الآيتين اليوم، وأرجو أن تحفظوهما جيدا مثل اسمكم. قل، كلاهما يبدأ بقل، سبحان الله، دائما قل تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. آية لعلاج المشاكل والهموم والاضطرابات. الآية الثانية لعلاج مشكلة النظر لما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نسأل الله أن يطهر عقولنا وقلوبنا ويرزقنا وإياكم السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة، وأن تكون قلوبنا مطمئنة بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون.